البطل وديت جيتنا كل دقيقة تزيد محبتنا لمنين العين رحمت جيتنا والله ما نقول قول معنا العالي على أدينا وصرنا وانتي فوريك نشوفك تغلى للتيرا نسرع يديك تشي بالربحة ورا الربحة والله ما درناك مرفوع واحد قيس العمدوني 13 محمد بن علي 6 سيف الدين العاكر من 33 حمد الويد 31 علاء الدين بوسليمي 20 جاسم الخميري 19 مارسيال كواسي ياهو كان صدعوها فما حتى اشكال لانه الورقه جات مخطئه من عند يعني اللي قايمين بالتعمير الورقات التحكيم هو اسمه مارسيال كواسي ياهو 29 زياد العنلي 18 محمد الصغير 26 سي مجديد 12 شيخ محمد توري يدرب الفريق ماهر الكنزاري طاقم تحكيم من رابطة تونس هذا بنك احتياط الملعب التونسي أمامكم طاقم تحكيم من رابطة تونس وأمامكم التشكيلة الاحتياطية للملعب التونسي كنتوا تشاهدوا فيها عزيز السلامي هيثم بغدادي فهمي قاسم عربي موقعدي شهاب العوني محمد بن عمار وعبد الله السوداني الموريتاني جانب من مشجعي وأحباء الملعب التونسي على مدارج ملعب المرحوم الهادي النيفر قلنا طاقم تحكيم من هذه البادرة في ملعب برضو لمسات أخيرة نعرف في يعني في الساعات الأخيرة اليوم أمس تقرر إجراء هذا اللقاء على ملعب المرحوم الهادي النيفر رقم 17 كلب الكورة وصلت له عبد القادر الوستاتي يلعب مع الحدادي 1-2 في مناطق الملعب التونسي تسديد ترجع فرصة هدف الإفريقي تضيع تضيع بطريقة غريبة تضيع بطريقة غريبة على النادي الإفريقي هذه المرة الدفاع الإفريقي تبعوا العملية مقوسة ممتاز قيس العمدوني ممتاز قيس العمدوني بعد هذه التسديدة المباغتة من بسام السرارفي شوفوا فنيات بداخل الرجل كاد يغالط الحارس قيس العمدوني بسام السرارفي كنا نحكيو عليه منذ قليل من جانب الملعب التونسي تقطع وترجع عماد المنياوي عماد المنياوي سريع في مناطق الملعب التونسي يوزع راسية هدف الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي هدف أول لصالح النادي الإفريقي بتسديدة رأسية هدف جميل هدف جميل هدف جميل هاي إعادة بإمضاء إبراهيم الشنيحي تسديدة رأسية هاي إعادة عماد المنياوي وإبراهيم الشنيحي يفتتح النتيجة في الدقيقة 13 لصالح النادي الإفريقي هدف مقابل الشيء الأسبقي الأفريقي صعب الهدف أمامكم على الصورة إبراهيم الشنيحي في شباك الحارس قيس العمدوني الأسبقية في التهديف إلى الفريق تسديدة هدف هدف التعادل هدف ممتاز 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 شيخ محمد توري شيخ محمد توري يرد في أقل من دقيقة تسديد على التاير شيخ محمد توري هاو أمامكم هدف رائع هدف التعادل شوفوا الإعادة شوفوا الإعادة كيف ما جات الكرة خذها تسديد على يمين عارف الدخيلي ما خلاله حتى مجال باش يتسدى والله هدف جميل جدا شوفوا الإعادة مرة أخرى حتى إمكانية للحارس عارف الدخيلي باش يتسدى هدف التعادل في أقل من دقيقة بإمضاء الشيخ محمد توري يستضيف المرة الثانية المناسبة الثانية على ميدانه على أرضية ميدان ملعب المرحوم الهادي النيفر بعد لقاء في الموسم الفارط ضد النادي الصفاقسي تتوزع الكرة وتمر جانبية تتعدى قدام الحارس عاطف الدخيلي وتمشي ركنية هاي إعادة إشارة الحكم المساعد تقول ركنية لمست الكرة ما لمستش في سيف رأس سيف دقاء الحكم كان أقرب والحكم المساعد أيضا ركنية على يسار الحارس سعاد في الدخيلي ننتظر التنفيذ ننتظر تنفيذ الركنية لصالح الملعب التونسي
دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. كل لاعبي الإفريقي في الدفاع باستثناء المنياوي تتنفذ الركنية وتخرج الركنية الثانية من نفس الجهة على يسار الحارس سعاد فتخيلي. هذا أمامكم سليم جديد رقم 26. الكرة بالفعل لمست في رأس عبد القادر الوستاتي. سليم جديد يلعب ركنية ثانية. تسديد هدف، هدف ثاني بإمضاء مارسيال كواسي. مارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية. الكرة الثانية، الكرة الثانية كانت من نصيب الملعب التونسي. ومارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني الإيفواري. 2-1 في الدقيقة 44 من الشوط الأول. هاي الإعادة، مارسيال كواسي ياو يضيف الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي، وإعادة من زاوية أخرى 2-1 دقيقة 44. تشكيلة الملعب التونسي، هذا أمامكم زميلنا سهيل زمني. الملعب التونسي مرثوه 1 قيس العمدوني 13 محمد بن علي 6 سيف الدين العاكل من 33 حمدي الويد 31 علاء الدين بوسيمي 20 جاسم الخميري 19 مارسيال كواسي ياهو كان صدعوها فما حتى اشكال لانه الورقه جات مخطئه من عند يعني اللي قايمين بالتعميل الورقات التحكيم هو اسمه مارسيال كواسي ياهو 29 زياد العنلي 18 محمد الصغير 26 سليم جديد 12 شيخ محمد توري يدرب الفريق ماهر الكنزاري طاقم تحكيم من رابطة تونس هذا بنك احتياط الملعب التونسي أمامكم طاقم تحكيم من رابطة تونس وأمامكم التشكيلة الاحتياطية للملعب التونسي كنت تشاهدوا فيها عزيز السلامي هيثم بغدادي فهمي قاسم عربي مقعد الشهاب العوني محمد بن عمار وعبد الله السوداني الموريتاني جانب من مشجعي وأحباء الملعب التونسي مرحلة الذهاب والعودة بقوة في هذه المرحلة ملعب التونسي منكم لاعبية عنده إمكانيات كبيرة وضربة جزاء يقول الحكم مراد بن حمزة مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة 55 من المباراة أي الدقيقة 10 من هذا الشوط الثاني هي الإعادة إبراهيم الشناحي وكانت كرة بينه وبين مارسيال كواسي شاهدوا الإعادة مارسيال كواسي والحكم مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي هاي إعادة من زاوية أخرى كانت كرة بين مارسيال كواسي والشناحي الحكم مراد بن حمزة دون تردد يعلن على ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي هل يكون هدف التعادل للإفريقي والثاني لإبراهيم الشناحي باعتباره أنه هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء في هذه الدقيقة 56 من المباراة الشناحي يقدم على يمين الحارس الحمدوني عند النتيجة 2-2 الهدف الثاني لصالح النادي الإفريقي بإمضاء إبراهيم الشناحي ثنائية للشناحي هاو أمامكم على يمين الحارس قيس العمدوني يعدل النتيجة في الدقيقة 56 الدقيقتين 13 و56 ثنائية لإبراهيم الشناحي 2-2 تعود المباراة إلى نقطة البداية ومن جانب النادي الإفريقي قاعد نشوف في رقم 24 سيف الدين الجزيري بجانب بنك احتياط النادي الافريقي يقوم بالحركه التسخينيه تم العمليه كثير الهدف الثالث الهدف الثالث الهدف الثالث الهدف الثالث لصالح الملعب التونسي هدف ثالث جميل بامضاء الشيخ محمد توري في الدقيقه 64 من المباراه هدف ثاني جميل للشيخ محمد توري وهو الثنائيه لهذا المهاجم شوفوا هدف جميل في الدقيقة 64 شيخ محمد توري ثنائية وهدف ثالث جميل بعد هدف
التعادل، هدف أول للشيخ محمد توري، هدف جميل أيضا، ثنائية للشيخ محمد توري. ما زالت في الملعب التونسي الكرة، تواصل العملية توسيع اتجاه سليم جديد، اختير العملية، يعمل مراوغة ويسجل الهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي، الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي، هدف جميل، مراوغة بعد في التخيلي، 4-2 لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 74 من المباراة، 74 دقيقة، شغل إعادة، إعادة لعملية الهدف، سليم جديد يعمل مراوغة بالعرض عند التخيلي، يحط الكرة على اليسار، سليم جديد 74 دقيقة، 4-2 لصالح الملعب التونسي، هاي الإعادة، ياخذ الكرة، يعمل مراوغة بالتخيلي ويحطها في الشباك، 4-2 لصالح الملعب التونسي، متقدم نقولوا أمام الإفريقي، 4-2 يتبعوا الكرة الأخيرة، نقص عدد في صفوف النادي الإفريقي بعد إقصاء وسام بن يحيى، هدف كانت خطيرة العملية، كان يكون الهدف الخامس لصالح الملعب التونسي، خطيرة العملية في الثواني الأخيرة من الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كانت فرصة خطيرة لصالح الملعب التونسي، 4-2 تتواصل الأسبقية، أسبقية الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي في هذا اللقاء المتأخر بحساب الجولة الأولى إياب، وأعلن الحكم مراد بن حمزة نهاية المباراة بتفوق الملعب التونسي على حساب على النادي الإفريقي 4-2.